السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على صيانة المبنى من خلال البيم. ايه هي الصيانة؟ عبارة عن اي جهد اداري متكامل وظائف من تخطيط وتنظيم ومتابعة ورقابة وحل المشاكل الطارئة. لازم يكون في خطة موجودة. في ناس بتقول لك احنا بنعمل لك صيانة وهو كل الفكرة ان لما تحصل مشكلة تتصل بيجي يصلح، ده كده مش حل، ده ممكن عندي في البيت، انما مش هي دي الصيانة اللي المفروض تبقى موجودة في المشاريع الكبيرة. فموضوع الصيانة من الموضوعات اللي يجب إنها تاخد مكانها خاصة في مجال المباني، لأن إهمال الكثير من أعمال الصيانة ممكن يدمر مبنى كله. فلو أنا بصلح المشكلة أول ما تحصل، ده بيديني إمكانية إن عمر المبنى يطول. تمام، يعني حاليا بيبقى فيه بعض السنسور أو الحساسات، أول ما تحصل أي مشكلة في أي عمود يروح باعت لي ده في مشكلة في المكان الفلاني. او المفروض يحصل صيانه كل 3 4 شهور، فهو يبعت لي رساله ان ميعاد الصيانه جه، او يرسل هو للشركه بتاعه الصيانه تعالي اعملي صيانه. تمام، بحيث ما يستناش لحد ما تحصل المشكله، لان المبنى بيدي اشارات قبل ما يقع او قبل ما يحصل مشكله. لازم تكون في بصفه دوريه موضوع الصيانه، ونعمل صيانه لكل وسائل الانتاج من ماكينات وتوصيلات كهربائيه وكل الحاجات ديت. ما بقاش الموضوع بس اصلاح عند الحاجه، لا، يبقى بتحصل اول ما تظهر مشكله، على اساس ممكن تكون مشاكل بسيطه تروح عامله عيب كبير وتعمل مشكله كبيره جدا في المبنى. فعمل الصيانه ممكن تكون مكلفه، بس هي مهمه عشان تزود عمر المبنى وسلامته. ممكن نقسمها لحاجتين: صيانه وقائيه روتينيه بتحصل بشكل مستمر للتاكد من سلامه عناصر المبنى ودي تكلفتها بتبقى قليله، وفي صيانه تصليحيه لما تحصل مشكله او في اي عطل. وممكن تلاحظ ان في صعوبه جدا في عمل الصيانه من خلال المخططات ثنائيه الابعاد، لان هيبقى في نقص في المعلومات، ففي التو دي بتبقى صعبه جدا. انما في البيم بيبقى عندنا النموذج اللي موجود بنقدر نكمل عليه في الصيانه والتشغيل، وهو اوتوماتيك بيندمج مع النظام اتمتة المباني اللي هو بيلدينج اوتوميشن سيستم اللي هو البي اس. وفي مباني موجودة فعلا واتبنت خلاص، ويجي الملك يقولك انا عايز موديل بيم عشان يستفاد من مزايا الصيانة والتشغيل الذكي لنظام البيم. فمن خلال المنهج اللي هو دورة حياة متكاملة للبيم، ان هو يوفر للمالك فوائد كتيرة جدا، بتسجيل لكل اعمال الحصر، في سجل كامل لكل العناصر بتاعة المباني، اول ما تحصل اي مشكلة ينبهنا ليها، ما نستناش لحد ما حد يحس بالمشكلة. يعني لو انا في فندق ما يجيش العميل يقول لي ده انت عندك مشكله، لا، ده المشكله اول ما تحصل اوتوماتيك تجي لي واعرفها وابعت حد يصلحها. ده هيخفض تكاليف الطاقه وتكاليف الصيانه، ويبقى فيه استجابه اسرع للصيانه وتحسين اداره المخاطر وحاجات كتير جدا. وسرع عملي على كده جامعه جنوب كاليفورنيا استخدمت دوره حياه متكامله للبيم مع تركيب انظمه اخرى، على أساس تدير أجهزة السنسور والاستشعارات وعدد الطاقة في الحرم الجامعي. فوفر ده كتير جدا معاها وفرق معاها كتير جدا. يعني ببساطة لو في مثلا إن مدخل الطابق الأول بارد جدا، على طول أوتوماتيك من خلال الكمبيوتر ومن خلال الموبايل تقدر تقفل الحاجات ديت، تقدر تفتح الحاجات ديت أوتوماتيك. هو يظبط كمية الهواء اللي جاية من غير ما يبعت رسايل، يظبط درجة الحرارة، يظبط كل المعلومات ديت. ويقدر موظف الصيانة ان هو يشوف المعلومات اول باول، ويقدر لو في اي حاجة تجيله تنبيه على الموبايل ان في مشكلة في المكان الفلاني. اهم البرمجات اللي بتستخدم في موضوع الصيانة، في برنامج اسمه يو بيم، ده تطبيق تشغيل وصيانة اونلاين للمبنى Building Operation and Maintenance، بيدي المالك قاعدة بيانات قوية جدا، وهو من البرامج القوية اللي بتتكامل مع البيم. وفي كادماتيك، ده لإدارة المرافق وقياس الأداء وإصدار أوامر الصيانة. دي فكرة صيانة المباني، ونتمنى نهتم بيها إن شاء الله.